اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني مع حلقه جديده في قناه مصر للتعليم الفني. النهارده هناخد الحلقه الثانيه من ماده الرسم الفني للصف الاول قسم ملابس جزم. احنا في الحلقات اللي فاتت اخذنا ادوات الرسم الهندسي والادوات اللي بستخدمها في ماده الرسم زي المسطره والمثلث والبرجل بأنواع المساطر بأنواع المثلثات اللي بستخدمها، أخدنا أنواع الأقلام، أخدنا أنواع المقصات اللي ممكن أستخدمها في الرسم الفني، ودخلنا على أشكال الزخرفية واتكلمنا عن النقطة وإيه هي أهمية النقطة في الرسم الفني. النهاردة هنكمل، هناخد أنواع الخط وهناخد دراسة أشكال الخط. طبعا احنا عارفين ان العناصر الهامة في التصميم اللي هي النقطة والخط، وانا ما بقدرش استغنى عنهم في مادة الرسم الفني، لان انا عندي ما باجي ارسم اي رسمة سواء رسم باترون او رسم زخرفي بستخدم فيه النقطة وبستخدم فيه الخط، بستخدم النقطة باشكالها سواء نقطة هندسية او زخرفية، وبستخدم الخط سواء ايه بانواعه، خط افقي، خط رأسي، خط مائل، خط منحني، خط شعاع، كل ده احنا ايه هنعرف استخدامه بعد كده في تخصصنا كملابس جاهزة، لان انا الخط ما بقدرش استغنى عنه. لما باجي ارسم من الباترون بتاعي هستخدم فيه الخط، لما اجي اعمل وحدات زخرفية هستخدم النقطة والخط، لما اجي اعمل انفذ على القماش الخياطة عندي غرز الحياكة كلها داخل فيها اشكال الخط. تعالوا النهاردة ناخد انواع الخط ونشوف الخط بيتكلم عن ايه. اول حاجة هنتكلم عنها اللي هو تعريف الخط. طبعا احنا عارفين ان الخط هو اللي احنا بنشوفه سواء خط منحني، خط منكسر، خط افقي، خط رأسي، خط مائل، لكن احنا لازم نبقى عارفين تعريف الخط، مهم جدا جدا، وابقى افرق بين تعريفات الخط كلها وانواعها واشكال الخط. تعالوا نشوف الاول تعريف الخط. بقول يعرف الخط بأنه الأثر الناتج عن تحريك نقطة في اتجاه ما. يعني أنا ما بمسك القلم كده بحط نقطة وبمشي بيها خط مستقيم مع المسطرة بتاعتي، يبقى حسب المقاس اللي أنا إيه أنا عايزاه بحدد اتجاه الخط بتاعي وبحدد مقاس الخط بتاعي. يبقى أنا ما باجي أقول الخط هو عبارة عن إيه، يعرف الخط بأنه الأثر الناتج عن تحريك نقطة في اتجاه ما. يعني أنا لما بمسك القلم الرصاص مع المسطرة بحرك القلم، النقطة اللي أنا بحطها دي أنا اللي بحرك الاتجاه بتاعها حسب ما أنا عايز. طب ناخد بعد كده أنواع الخط. عندي طبعا إيه الخط المستقيم، خطوط المستقيمة، خطوط منكسرة، خطوط منحني، زي الاشكال اللي احنا شايفينها ونعرف نرسمها ازاي بعد كده. انواع الخط بقى عندي طبعا اول حاجة الخط المستقيم. خط المستقيم بيبقى رأسي وافقي ومائل. خط المستقيم بيبقى رأسي وافقي ومائل، تمام. الخط المنكسر وبعد كده الشعاع، وبعدين الخط المنحني اللي هو بيقول عليه الحلزوني والمتموج و قوس او دائره او دائره او نص دائره. دي اللي هي ايه انواع الايه الخط. تعالوا بقى نعرف ليه الخط المستقيم. الخط المستقيم بقول هو ايه، هو مجموعه من النقاط تكون خط ليس له بدايه وليس له ايه نهايه. يبقى انا عندي الخط المستقيم تعريفه ايه، بقول هو مجموعه من النقاط تكون خط ليس له بداية وليس له ايه نهاية. ده تعريف الخط المستقيم. طيب الخط الافقي بقى بقول ايه، بعرفه بقول إيه؟ هو يرسم من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين. يبقى الخط الافقي بقول ايه، يرسم من اليمين الى اليسار، ويرسم من اليسار او من اليسار الى ايه اليمين حسب الاتجاه بتاعي، لكن هو بيبقى خط ايه، خط افقي.
الخط الرأسي بقى اللي هو بيرسم من ايه، من اعلى الى اسفل او من اسفل الى ايه، الى اعلى. يبقى الخط الرأسي يرسم من ايه، من اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى. الخط المائل بقول يرسم بزاوية ميل محددة، اما ناحية اليمين او ايه، او ناحية اليسار. الخط المنكسر بينتج من تحرك النقطة في اتجاهات متعددة بشكل هندسي وذات زوايا ايه، معلومة. يبقى الخط المنكسر بقول ينتج من تحريك النقطة في اتجاهات متعددة بشكل هندسي وذات زوايا معلومة. الشعاع بقول له بداية وليس له نهاية، وهو مجموعة من الخطوط المستقيمة تخرج من مركز واحد بتقال عليه ايه، النقطة. يبقى الشعاع له بداية وليس له نهاية، وهو مجموعة من الخطوط المستقيمة تخرج من مركز واحد بقول عليه ايه، النقطة. تعالوا بقى نشوف الخطوط دي هنرسمها ازاي مع بعض. اول حاجة بجهز الادوات بتاعتي بتاعت الرسم اللي احنا قلنا عليها. بجهز مسطرة صغيرة، ماشي، بجهز قلم رصاص والاستيكة بتاعتي. ممكن استعمل مسطرة اشكال، ممكن برضو بيبقى معايا مسطرة اللي هي الايه، اللي هي المرنة، بحيث ان انا لو عملت منها ايه، اشكال متعددة. بيبقى معايا برجل برضو، اهو من ادوات اللي انا ممكن استخدمها البرجل. وبستخدم يا اما الالوان ديت اللي هي الفلوماستر، او بستخدم الالوان اللي هي الفيبر كاستل اللي هي بتبقى بديل الالوان الميه. دي كل دي الحاجات الادوات اللي انا بجهزها معايا، بحيث ان انا لما اجي ارسم يبقى ادواتي كلها جاهزه جنبي، ومحتاجش ان انا اقوم كل شويه اشتغل واجيب الالوان. اول حاجه احنا هنتكلم عن ايه، احنا قلنا انواع الخط، صح؟ ماشي. اول حاجة هنتكلم عن الخط الايه، الرأسي. احنا قلنا الخط الرأسي بيرسم من ايه، الخط الرأسي قلنا بيترسم الخط الرأسي ازاي، اما من اعلى الى اسفل اهو كده، من اعلى الى اسفل اهو، او من اسفل الى اعلى لو انا عملته ايه اهو. يبقى كده انا عملت الخط ايه، الرأسي. وبعدين بعمل بقى الخط بالسمك اللي انا عايزاه، حسب السمك اللي انا عايزاه. ممكن اعمله بتخانة بحيث ان هو يبان معايا الخط الايه، الرأسي اهو. طيب نيجي بقى للخط الافقي. الخط الافقي هناخد لون تاني عشان برضو يبقى ايه، مختلف اهو. ممكن اعمله من اليمين، من الايه، من الشمال لليمين اهو، او من الايه، يمين الى الايه، الى اليسار اهو. طب لو انا جيت هنا مع الخطين دولت وعملتهم مع بعض، يعني جيت هنا رحت عملت مع الخط الافقي خط رأسي. تعالوا نشوف كده ان احنا ندخل الخطوط مع بعض. تمام، ماشي. هاجي هنا بقى نعمل، ممكن ايه، ادخل الخط الرأسي مع بعض والخط الافقي مع بعض. نيجي نشوف الخط الايه، الافقي احنا قلنا بنرسمه ازاي. الخط الرأسي بقول من اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى اهو، ماشي كده اهو. واجي احط عليه الخط الايه، الافقي اهو. بصي اداني شكل ازاي كده، اداني شكل مع بعض. طبعا انا لما باجي امسك المسطرة لازم المسطرة بتاعتي تبقى ايه، مستقيمة، بحيث ان هي ما تتحركش ولا يمين ولا يسار. احنا هنكون كده شكل، ناخد بعد كده انواع الايه، الخط التاني. احنا خدنا قلنا الخط المائل،
باجي برسم الخط المائل بايه؟ قلنا بعمله بزاويه، صح؟ اهي بعمل بزاويه كده، اي زاويه لو معايا مثلث ممكن ارسمه بايه؟ بالمثلث. طب لو جيت وحطيت المائل هنا، تعالوا نشوف كده ممكن نحطه ازاي. اهو شايفين؟ انا عايزه اكون بعد كده ايه من الخطوط اللي احنا عاملينها دي اشكال. خط المائل، بعد كده عندي الخط الايه اللي هو الشعاع. الشعاع اللي هو بنقول عليه اشعه الشمس. اشعه الشمس عندي طبعا، احنا عندنا الشمس بتبقى ايه النقطه اهي بتاعه الشمس، واطلع منها الاشعه اهي، مجموعه من الاشعه فتديني أشعة الشمس. عشان كده احنا قلنا الشعاع بقول هو مجموع، هو نقطة مجموعة من النقط ويخرج منها ايه خطوط في ايه اتجاه ما، فهي لازم تكون تجمع نقطة. لو جيت انا اخدت الشعاع من هنا من عند النقطة دي كده اهو وعملته كده، بص دخلت ازاي الاشكال بتاعتي، تمام. فاضل بعد كده عندي الخط الايه المنكسر، بقول الخط المنكسر هو عبارة عن ايه؟ مجموعة من الخطوط، صح؟ بتكون ايه في شكل في اتجاهات متعددة. انا ممكن اعمل خط كده اهو، بعدين انزل كده اهو واعمل خط كده اهو، صح؟ ممكن اعمل حرف ان اهو، مش حرف ان يبقى خط منكسر اهو، صح؟ اهو لو عملت حرف ام دي مجموعة من الخطوط بتكون ايه في الاخر شكل. طب هاجي هنا كده اعمل بقى ايه الحرف بتاعي ده كده، ممكن اعمل خط كده اهو، يبقى انا كده عملت خطوط اهي اهي، بس اداني شكل مختلف واداني تصميم ممكن اعمله من انواع الخطوط اللي انا خدتها. يبقى احنا اخدنا ايه؟ اخدنا في انواع الخط، اخدنا الخط الرأسي، اخدنا الخط الافقي، ماشي، اخدنا الخط المائل والشعاع والخط المنكسر. يبقى دي اسمها انواع ايه؟ انواع الخطوط. يبقى احنا كده اخدنا انواع ايه؟ انواع الخطوط. تعالوا بقى نكمل كده بقيه ايه الخط، نشوف الخط النهارده هيدينا ايه من الاشكال الجديده بتاعتنا اللي نقدر نعمل منها تصميمات. يبقى انا كده عندي من خطوط، من انواع الخطوط اقدر اعمل تصميم لاي وحده زخرفيه عندي من الخطوط، ممكن استخدمها في التطريز وممكن بستخدمها في خطوط الحياكه لما اجي اعمل اجمع قطع القماش مع بعض، بطلع منتج على ايه الماكينه باشكال الايه الحياكه اللي عندي. تعالوا نكمل بقى مع بعض اوضاع الخط. طبعا احنا خدنا كده انواع الخط، طب ايه هي اوضاع الخط؟ اوضاع الخط عندي متعرج، عندي مموج، عندي حلزوني. يبقى متعرج ومموج وايه وحلزوني. الخط المتعرج بقى بينشأ منين؟ بينشأ من تلاقي عدة أقواس متجاورة في اتجاه واحد. يبقى الخط المتعرج بينشأ من تلاقي عدة أقواس متجاورة في اتجاه واحد، يعني أنا ممكن أعمل أقواس زي شكل الإيه القبة اللي قدامنا. لو أخدنا شكل الحيوانات زي إيه، زي البطة، زي الفرخة، زي السمك، كل ده بيديني شكل إيه، شكل المتعرج، تمام. الخط المموج بينشأ من تكرار تلاقي قوسين في اتجاه عكسي مضاد، يعني بتبقى أقواس زي ايه، بيبقى زي موج البحر كده لما بيديني شكل الأمواج. شكل
الشمس، أشعة الشمس، أو ما تيجي الشمس تغرب كده بتديني اللي هو وقت الغروب. ده بقول عليها تلاقي قوسين في اتجاه ايه؟ عكسي مضاد. فيديني في الاخر ممكن يديني شكل زخرفي جميل ان انا استخدم ايه؟ الخط المموج ده في الرسم بتاعي. لو احنا جينا في الوحدات الزخرفية بلاقيها في التطريز، ما باجي اعمل على حرف القماش زي غرزة الايه؟ الاوفر او غرزة الحشو، دي بتديني ايه؟ بتبقى عبارة عن ايه؟ اشكال مموجة، لكن بتديني في الاخر شكل ايه؟ غرزة شكلها حلو. الخط الحلزوني بينشأ من استمرار دوران خط منحني في اتجاه دائري متدرج الى الداخل او الى ايه؟ الخارج. يعني احنا بنبقى الخط الحلزوني دوت زي ايه؟ زي ما بتجيبوا الصلصال كده وتعملوا منه اشكال، فبيديني شكل الايه؟ الحلزون. او ان انا باجي اعمل اللي هي زي قواقع، قواقع بتديني شكل ايه؟ شكل الحلزون. فاقدر ان انا استخدمه في الاشكال الزخرفية المتنوعة، بيبقى اشكاله جميلة جدا لما باجي اعمل منه ايه؟ وحدات زخرفية، اللي هو ايه؟ اللي هو الخط اللي ايه؟ الحلزون. تعال نكمل مع بعض كده. نيجي بقى نقول ايه؟ ما هي مصادر الخط في الطبيعة؟ ما هي مصادر الخط في الطبيعة؟ طب قبل ما ناخد مصادر الخط، تعالوا نشوف الايه؟ الخطوط اللي احنا، اوضاع الخط اللي احنا خدناها دي ازاي احولها لشكل، ارسمها ازاي. لو انا عايزة اعمل وحدة زخرفية عندي ارسمها ازاي؟ تعالوا مع بعض كده نشوف ازاي نرسم الخطوط دي بانواعها ايه؟ الزخرفية. اول حاجة الخط المتعرج، انا ممكن اشوف هنا من المسطرة بتاعتي اللي هي المسطرة دي، واجي اشتغل بيها، ممكن اعمل منها كذا خط. الخط المتعرج احنا قلنا الخط المتعرج بينشأ من تلاقي ايه؟ من تلاقي عدة اقواس متجاورة في اتجاه واحد. يعني ممكن ارسم، شوفوا معايا كده، ممكن ارسم وحدة زخرفية لو انا هعمل الايه؟ شكل الوردة اهي كده اهي، واعمل منها الفروع بتاعتها اهي. يبقى انا كده عملت الوحدة الزخرفية، وابدأ هلون الوحدة دي. تمام، كده بالمنظر بالشكل ده. دي لو انا هعمل وحدة زخرفية على ايه؟ على مفرش، على فستان طفلة، على الملابس بتاعتي. ماشي، بعمل شكل الايه؟ الرسمة اهي كده. طبعا انا لما باجي الون بحاول ان الرصاص بتاعي يبقى خفيف، بس انا متقلة كده الرصاص عشان ايه؟ الرسمة تبان وايه وتشوفوها. لكن انا لما اجي الون بلون ايه؟ برسم بالوان خفيفة جدا الرصاص، بحيث ان انا ما يبانش في الرسمة بتاعتي. كده انا عملت ايه؟ وحدة زخرفية. ماشي، كده وضحت كده الوحدة اللي احنا عملناها. تعال نشوف الشكل الحلزوني، ان انا ممكن ارسم الشكل الحلزوني ازاي. طبعا انا ممكن استخدم مسطرة الاشكال دي واحدد ايه الشكل اللي انا عايزاه. طبعا انا لو عملت، قعدت اعمل دوائر كده اهي، دوائر في بعضها كده اهي، اديني اشكال اهي، شايفين؟ طيب ولو عملت خطوط كده اهي، دي خطوط حلزونيه اهي. ماشي، دي بتبقى اشكال من اشكال الغرزه. لو احنا لو بصينا لغرزه الاوفر هلاقي غرزه الاوفر عامله زي غرزه السلسله، شبيهه بدي كده اهي.
ماشي. لو جينا لغرزة الفرع بتبقى عاملة زي ايه؟ زي كده. عارفين غرزة الفرع اللي هي مركبة، ودي هتاخدوها في التطريز اهي، تبقى عاملة كده ماشي. غرزة الحشو بتبقى عاملة خطوط 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 في بعضها كده، جنب بعض كده. كل دي اشكال الغرز اللي بتبقى ظاهرة عندي، بتبان اكتر في ايه؟ في التطريز اهي. تمام. دي اللي هي انه اوضاع الخط بتاعي، سواء خط متعرج او خط مموج او خط ايه؟ حلزون. تعالوا بقى نشوف هنا ما هي مصادر الخط في الطبيعة. يعني ايه مصادر الخط؟ يعني انا عرفت الخطوط دي ازاي؟ الانسان البدائي ده لما جه يعرف الخطوط ويعرف انواع الخطوط دي عرفها ازاي؟ يعني عرف الخط بتاعي ده عرفه منين؟ يبقى كل خط من دول ليه مصدر، وليه مصدر ايه؟ مصدر من الطبيعة، لان الانسان كانسان البدائي كان عايش في الطبيعة، عايش في حياة الكهف، فكان بيمارس طبيعته كلها من الطبيعة، كانش عنده الصناعة والتكنولوجيا الموجودة حاليا. فبدأ ان هو يتعرف على الطبيعة بتاعته، ويعرف ايه اللي يقدر يستخدمه من الطبيعة ويفيده في حياته عشان يقدر يعيش. اول حاجة عندنا اتعرف الانسان البدائي على الخط. تعالوا نشوف كده اول حاجة ايه؟ الخط الرأسي. عرف الخط الرأسي منين؟ الخط الرأسي ممتد من تعامد سيقان النخيل. يعني هو شاف الخط النخلي كده عندي مستقيم، فبدأ يعرف ان ايه الخط الرأسي ده من تعامد سيقان النخيل، ان النخلة بتبقى واقفة مستقيمة ما فيهاش اي انحناءات خالص. فقالك ايه؟ فعرف الخط الرأسي منين؟ من سيقان النخيل. طب احنا لو شبهنا الخط الرأسي، احنا عندنا حاجة دلوقتي زي ايه؟ زي البرج بتاع برج القاهرة، يعتبر ايه؟ من الخطوط ايه؟ الرأسية. يبقى انا الخط الرأسي بعرفه من ايه؟ امتداد خطوط الايه؟ النخيل، من استقامة النخل. النخلة بتبقى واقفة مستقيمة ما فيهاش اي اعوجاج خالص، فده بيعتبر ايه؟ ده مثل للخط ايه؟ الرأسي. طب تعالوا نشوف الخط اللي بعديه، الخط المائل. طبعا انا عندي الاشجار بتاعت السقان الاشجار او ايه، او فروع الاشجار بلاقيها مائله، فروع الاشجار بلاقيها ايه؟ بلاقيها مائله. يبقى الخط المائل ممتد منين؟ من ميل بعض فروع الاشجار. يبقى الخط المائل ممتد من ميل بعض فروع ايه؟ فروع الاشجار. طب الخط المنحني ممتد من انحناء سقان النبات، اللي هي زي ورق الشجر دي، بقول عليها ايه؟ الخط المنحني ممتد منين؟ من انحناء سيقان النبات، اللي هو زي اوراق الاشجار، وبلاقي ورق الاشجار ايه؟ اشكاله مختلف. الخط المتعرج او المنكسر ده ممتد من طلاطم امواج ايه؟ امواج البحر. يبقى الخط المتعرج او المنكسر ممتد من طلاطم امواج البحر. الخط الافقي، وده احنا دايما بنقول الافق اللي هو تلاقي الارض مع السماء في الافق، يبقى الخط الافقي ممتد من انبساط الارض، اللي هو ايه؟ تلاقي الايه؟ الارض مع السماء، تحس ان ايه؟ في ايه؟ الافق ده بيبقى ظاهر جدا في وقت الغروب، اللي هو ايه؟ الخط الافقي. تمام. نيجي بعد كده في عندي برضو اللي هو الخطوط الحلزونية، بتجيب عارفين سيقان اللبلاب، نبات اللبلاب دوت، او نبات البسلة ده، ما بيجي ينمو بنحط له خشبة كده عشان يلف عليه، لان هو نبات من النباتات المتسلقة، فبنقول عليه ده خط ايه؟ من الخطوط الحلزونية، اللي هو الخط ايه؟ الحلزوني. تعالوا بقى ناخد كده اشكال للخطوط ونعمل منها وحدات زخرفية لينا، نشوف ايه ان انا اقدر اعمل وحدة زخرفية من اشكال الخط اللي احنا اخدناه. لو انا عايزة اعمل، دايما بستخدم الخط في الكنارات، يعني لو عايزة اعمل كنار بستخدم في اشكال الخط. طبعا انا عندي هنا المسطرة بتاعتي دي،
ممكن استغلها في ايه؟ ان هي في هنا جزء في مشرشر هنا كده، تمام، في جزء هنا مشرشر، فممكن ده استخدمه. انا باجي ما باجي ارسم عندي هنا كده لازم اظبط الايه الحواف بتاعت الورقة بتاعتي، فباجي من عند الحافة بتاعت الورقة كده بحط عرض المسطرة بتاعتي واعمل خط مستقيم بحيث ان انا تبقى الخطوط، اي خط هرسمه بيبقى موازي لحرف الورقة اللي انا برسم عليه. هاجي هنا هعمل شكل زخرفي كده بالمشاكل المسطرة بتاعتي ده كده، انا لو جيت عملته هلون على طول. شوف الالوان بتاعتنا كده هتبان في الرسمة. كده باينة، ماشي. نحاول نتقل الخط شوية عشان يبان. شايفين كده انا عملت كده شكل ايه؟ ممكن ادخل الخطوط دي كلها مع بعضها بحيث ان هي تديني ايه الشكل بتاعي بتاع الوحدات الزخرفية. هاجي هنا المثلث بتاعي ده اهو، هاخد المثلث ده كده اهو، هعمل شكل يبقى انا ممكن استخدم المسطرة بتاعتي بتاعت الاشكال في الوحدات اللي انا اعملها وادخلها ايه مع بعض اهي كده، والون الونها بعد ايه بعد ما اخلص اهي. شايفين كده تمام. واجي برضو من فوق كده اروح عاملة نفس الشكل اللي انا عملته تحت هعمله فوق. اهي كده شايفين. لما اجي اعمل وحدة زخرفية احاول على قد ما اقدر ان انا الالوان اللي هستخدمها ما تزيدش عن لونين او ثلاثة بالكتير جدا مع لون الارضية، يعني يكون لون الارضية من ضمن الايه اللون الالوان اللي انا ايه هستخدمها. هي ما طلعتش مظبوطة شوية بس ايه هحاول نظبطها في الرسمة الايه اللي جاي اهي كده اهي. اي بقى احنا كده عملنا ايه الكنار، هنشوفها برضو في ايه في واحدة تانية تكون ايه نظبط ايدينا شوية فيها تمام. هاجي بقى ممكن الون دي كده بيجي اخد لون تاني معاها، يعني هعمل واحدة زرقاء اهي واخد مثلا واحدة اورانج كده اهي. شايفين بلون واحدة وواحدة بحيث ان هي تديني نفس الايه تديني شكل جمالي لو انا هعمل كنار او هعملها تطريز او هعملها ايه حشو، دي من اشكال ايه النقط اشكال سوري الخط تمام. طب هاجي ممكن اعمل شكل تاني من الاشكال اللي احنا ممكن نعملها. لو احنا اخدنا نعمل خطوط مستقيمة زي عارفين القماش الكارو ممكن نعمله احنا هنا، وانا ممكن نلون على طول عشان نجيب لون تاني اهي زي القماش الكارو كده ممكن احنا نعمله اهو، هعمل كده اهو
طبعا انا بعمله بمقاسات، بقيس مثلا بين كل واحد، كل خط وخط نص سنتي، بحيث ان هو يطلع عندي الشكل اللي هو الهندسي بتاعي كده. ماشي كده، باين اللون واضح. انا بتقل عليه عشان ايه الالوان تبقى باينة. طبعا الالوان دي بتبقى بالنسبة لي بديل الوان الجواش، بيبقى سهل ان انا ايه اشيلها، مبقاش محتاج مية، محتاج ادوات حاجات كتير وانا وايه اثناء الامتحان يعني. طيب هاجي هنا بقى كده اعمله بالشكل المائل بتاعي، بحيث ان انا ممكن اعمل اللي هو الايه الكارو اهو. تعالوا نشوف كده ممكن نعمله ازاي. اهو اهو شايفين كده اهو. وممكن الون بقى بعد كده بالايه بالالوان اللي انا عايزاها، الون كل جزء لوحده. ماشي، الون بقى ناحية كارو، ناحية بالاورنج، ناحية بالاخضر اهي كده. هيديني شكل القماش ايه، قماش الكارو بتاعي، ان انا لما اجي اعمل تصميم لقماش او تصميم لوحدة زخرفية او تصميم لاي لكنار مثلا، سواء هعمل ملاية، هعمل كنار لفستان طفلة، باخد ايه الكنارات كده، فبيديني نفس الشكل بتاعي ده كده اهو. واعمل ده العكس اهو. اهي كده يديني ايه شكل الالوان بتاعتي اللي انا ايه بستخدمها. يعني ده كده دخلت الخطوط المستقيمة مع بعضها صح، فيكوني شكل ايه، شكل اللي هو المربعات بتاعتي. طبعا اخد بالي وانا بلون في الحاجات دي، لان ايه بتبقى لازم اكون ايه اللي هي بقول عليها بلاطة لون وبلاطة لون، بحيث ان ايه ما يطلعش في لخبطة في الرسمة او الالوان بتاعتي تبقى ايه متداخلة مع بعضها اهي كده. ماشي كده احنا ايه عملنا ايه شكل من اشكال الوحدات الزخرفية، وهكمل بقية التلوين بتاعها. تعالوا كده نشوف من بعض الرسومات اللي موجودة في الكتاب بتاعنا اللي احنا ممكن نستخدمها في الرسم بتاعنا. دي اهي بعض الرسومات اللي احنا ممكن نشتغل عليها، زي المثلث، يبقى ايه استخدمنا المثلث، ممكن نستخدم الدايرة، ممكن نستخدم ايه الاقواس بتاعتنا. لو انا عايزة اعمل ايه شكل القوس اهو، تعالوا انا اعمل بقى بلون تاني الالوان في المسطرة عشان تبان شوية اهي. لو دخلتها في بعضها كده اهي كوحدات اهي، شايفين كده ماشي. وراح عاملة في النص هنا بينهم ممكن اعمل شكل ايه المثلث بلون تاني اهو. اهي كده اهي كده انا عملت تداخل في الخطوط مع بعضها اهي، شايفين. ماشي دي شكل من الاشكال. ممكن اعمل شكل تاني للمثلث الكبير دوت اهو،
كده مع الشكل السداسي اهو، واعمله بلون تاني. نظبط بس الايه الورق بتاعنا، لو عملته بلون تاني يبقى افضل عشان خاطر تبان اهو. هحط المثلث كده اهو، واعمل المثلث التاني كده اهو، بالشكل كده اهو، تمام. وحط كله مع بعض في شكل اخر اللي هو الشكل المسدس. طيب انا هوضح دلوقتي انا ليه لازم اعمل تداخل في الخطوط مع بعض، ماشي. ممكن اعمل شكل للبيضاوي برضو اهو، بحيث ان انا عملت كده تداخل في التصميم مع بعض اهو. والون بقى براحتي لو انا عايزه الون. طيب انا هنا لو خدنا بالنا التداخل في الوحدات، هنا في تداخل في الوحدات، وهنا في تداخل، هنا في تداخل، وهنا في تداخل، لكن هنا مفيش تداخل، فلازم اعمل ربط هنا عشان يبقى في تداخل. ممكن اعمل خط كده يربط ايه المثلثين ببعض، لان انا لو عايزه اشيل رسمه من دول، لان مثلا هشيل الدايره دي، فلو شلت الدايره دي وخبيتها كده هلاقي ان التصميم بتاعي اتأثر اهو. نلونها كده عشان تبين اهي. يبقى انا لو حطيت ايدي كده وشلت اللون الدايره، نص الدايره دي، او شلت الدايره دي كلها، هلاقي ان الايه التصميم اتأثر. لو انا قلت هشيل المثلث ده، هحط ايدي كده واشيل المثلث ده، هلاقي التصميم بتاعي اتأثر. يبقى انا كده عملت ربط بين ايه، بين الشكل وبعضه، بحيث ان انا لما اقدرش استغنى عن تصميم من التصميمات اللي موجودة هنا. ده اللي لازم اخد بالي منه قوي لما اجي اعمل تصميم، ان لازم يبقى فيه ربط بين الوحدات وبعضها، ماشي. يبقى لازم اعمل ايه، ربط بين الوحدات وبعضها لما اجي اعمل اي ايه تصميم. تعالوا بقى ناخد ازاي نعمل ربط بين النقطة والخط. هل في علاقة بين النقطة وبين الخط؟ اه، في علاقة بين النقطة وبين الخط، ونشوف ازاي اربط بين النقطة وبين الخط. اول حاجة هنشوفها مع بعض هنا، الربط بين انواع واوضاع الخط، وبعد كده هناخد الربط بين ايه النقطة وبين الخط. احنا خدنا بعض اشكال من اشكال الخطوط اللي احنا عملناها دلوقتي، اللي احنا ربطنا بين الوحدات وبعضها، وربطنا بين الخطوط المستقيمة وبعضها، وكوننا منها اشكال. هناخد بعد كده تصميمات على ايه، على برضو الربط بين انواع النقطة وانواع الخط. تعالوا نشوف بقى ايه هي اهمية الخط. بقول هنا اهمية الخط، يعد الخط من اقدم الوسائل التي استخدمت في تكوين الشكل، وذلك حين استخدمه الانسان الاول في التعبير عن اشكاله على جدران كهفه. يعني هو استخدم الخط، الانسان البدائي استخدم الخط وبقى يحكي قصص حياته عن طريق الرسومات اللي بدأ يرسمها على الجدران، وعرفنا قصة حياتهم عن طريق الرسم عن الجدران واستخدام ايه الخط. وهو يعتبر العنصر الثاني من عناصر التصميم. احنا عارفين ان النقطة هي العنصر الاول، والخط هو العنصر الثاني في عناصر التصميم. ما هو الخط؟ طبعا هو حركة نقطة في اتجاه ما، او تجمع لنقاط متعددة في مسار ايه واحد. دي اشكال من اشكال الخط، ربط الخط مع ايه، مع النقطة. طيب تعالوا ناخد بعض التصميمات اللي احنا ممكن نعمل بيها ربط بين النقطة وبين الخط. تعالوا كده نشوف نقدر نعملها ازاي. هاخد رسمة بسيطة قوي، هرسم الاول بالرصاص كده، برضو هنحدد الايه
يعني انا هعملها في النص عشان تبان اهو كده. هعمل الحرف بتاعي اللي هو حرف الزخرفة بتاعي بتاع الايه الوحدة، تمام اهو تمام. وهاجي من هنا احاول اطلع نص سنتي كده، واعمل خط تاني من فوق كده اهو ماشي. هاجي اقسم الخط بتاعي ده علشان اقدر اعمل الرسمة الزخرفية بتاعتي دي. رسمة بتبقى اسهل رسمة لو طلبت مني في الامتحان ان انا اعملها، لانها سهلة. اي شكل من اشكال النقطة والخط هيديك الرسمة اللي انت عايزها بتاعتي، تمام. هاجي من كل نقطة انا عملتها من دول هطلع بيها خط اهو. خلي بالكو انا كده استخدمت كام لون كده، ده التالت صح. يبقى انا مش هستخدم اكتر من اللونين من التلات الوان دولت، واحاول يبقى الطول بتاعي زي بعضه. يعني ايه مثلا انا طلعت 1.5، يبقى هي هتبقى 1.5 في كل خط انا هطلعه زي ما احنا شايفين كده اهو كده اهو. يبقى انا بقيس عشان تطلع الايه الخطوط بتاعتي مستقيمة. انا المرة اللي فاتت كنت برسم كده عشوائي، لا المرة دي انا برسم بمقاسات مظبوطة علشان تطلع الرسمة مظبوطة معايا. بعد كده هاجي هعمل هنا في هختار الدايرة الصغننة دي اهي، تمام. اختار الدايرة الصغننة دي، طبعا انا عندي هنا كده اهي الخط بتاعي كده، هاجي عليها واروح عاملة الدايرة. الدايرة هيبقى من الالوان اللي انا اخترتها. يعني ممكن لو انا عملت دي فوشيا اهي اهي، واجي اروح حاطه واحدة في النص هنا، واحط واحدة الناحية التانية اهي كده، وهكمل بقية الوحدات بتاعتي. هروح عاملة ادي الدايرة اهي خلاص، واجي في النص هنا اروح حاطه واحدة زرقاء، وبعدين اجي هنا اروح حاطه. ممكن نخلص الاحمر الاول عشان يبقى مر، يبقى استخدم بدل ما نستخدم قلمين مع بعض اهو اهي كده. دي من اشكال الكنارات اللي ممكن نعملها على احرف الايه الملابس. بعد كده هاجي بقى اروح حتى ايه اللي هي الايه الدايره الزرقاء اهي كده. اخد بالي الالوان ما تعملش معايا ايه اي غلط عشان الرسمه تطلع مظبوطه اهي كده. ارفع المسطرة ما اسحبهاش زي ما انا عملت كده، طلع عندي خط كده في الايه في الرسمة اهي. طب هاجي بعد كده الون بقى الايه الدوائر دي اهي كده اهي. ماشي، واجي اعمل الدايرة اللي فوق دي
تمام. واجي اروح عامله، شايفين الخط اللي اتعمل ده؟ لازم اعمل نفسه فوق كده، هقيس مسافة كده من هنا، دي مسافتها 3 سنتي، يبقى انا هخليه كام؟ يبقى 4 سنتي اهي كده اهو، ومن هنا 4 عشان يطلع خط مستقيم، ومن هنا ادي 4، وراح عاملة الخط بتاعي اللي هو البرواز اهو كده ماشي. واجي اروح عامله ايه؟ النص سنتي بتاعتي اللي فوق اهي، كده اروح عامله ايه؟ نفس اللي ايه؟ الشكل اللي تحت اهو كده. انا خلصت الوحده بتاعتي، بقول عليها دي ايه؟ الربط بين ايه؟ الربط بين النقطة والخط، الربط بين النقطة والخط. يبقى انا هنا عملت شكل للربط بين النقطة والخط. تعالوا نشوف الشكل تاني ممكن نعمله برضو لأشكال الخط مع النقطة. هاخد برضو نفس العرض ده كده، ماشي، اهو كده ماشي، باين اللون ده كده نوعا ما. ممكن نعمله بلون تاني اغمق شوية عشان يبان، نضطر ان احنا نستخدم الالوان الغامقة عشان تبان ايه؟ الرسمة واضحة شوية. تقلت عليها بالاخضر، هعمل برضو نفس المسافة بتاعتي، ممكن استعمل المسطرة التانية العريضة دي بحيث ان انا اعمل المساحة بتاعت الاطار اللي انا هشتغل عليه اهو كده اهو، واحط عليه برضو اللون البرتقاني عشان ايه؟ يبقى نفس درجة اللون. هاجي بقى هنا هستخدم اللون الموف، هاجي اعمل المسافة بتاعتي هعمل المسافة، انا كنت عاملة المسافة هنا 2 سنتي، هخليها 4 سنتي اهي، 4 4 12، بعد كده 16، تمام بس كده، واطلع خط مستقيم من هنا. هعمل خط منحني، يعني هطلع خط كده اهو، مسافه ايه؟ هحط نقطة ليه اهي 2 سنتي كده، 2 سنتي تمام، واعمل نفس الخط بزاوية كده اهي. هاجي بايدي هروح عاملة ادي الخط المستقيم اهو، واعمل خط كده اهو منحني، ممكن اعمله بايدي وممكن اعمله بالبرجل او اشكال المنحنيات اللي عندي اهي، عملته كده اهو. واجي اروح عاملة هنا دايرة، هاخد الدايرة الصغيرة عايزة لون بقى ايه يكون مختلف، هاخد اللون الاورنج اهو اهي كده، واخد اللون التاني والدايرة التانية تبقى كده اهي ماشي.
ماشي اهي كده، شايفين؟ ايه، وهلون بقى الايه الدوائر اللي انا عملتها دي كده. تمام، واجي بقى هنا اروح عامله نقط حوالين ده. ممكن النقط ده اعملها باللون ايه الموف كده، نقط صغننه اهي كده. شايفين؟ تمام، ماشي كده. احنا عملنا ايه؟ عملنا الربط بين النقطة وبين الخط، عملنا تصميمين من الايه التصميمات بتاعتنا اللي هي الربط بين النقطة وبين ايه الخط، واخدنا الربط بين ايه بين الخطوط وبعضها. يبقى كده احنا اخدنا النهاردة الخط، واخدنا انواعه، واخدنا اوضاعه، واخدنا مصادر الخط، واخدنا الربط بين الخط وانواعه، واخدنا الربط بين الخط والنقطة. طبعا المطلوب منكم بقى ان انتوا تعملوا بعض التصميمات الزخرفية بين النقطة وبين الخط. عندنا اشكال موجودة في الكتاب نستخدمها، ونستخدم معانا الالوان، عايزين نعرف ازاي نستخدم الالوان بتاعتنا. والحلقة الجاية ان شاء الله هناخد فيها الالوان، وهناخد فيها تركيب الالوان، وهنستعمل فيها الوان المية. هنتوقف لغاية الحد دوت، لغاية ايه الربط بين النقطة والخط. والحلقة الجاية ان شاء الله هنكمل ايه الالوان، وانواع الالوان الاساسية والالوان السنوية، وتركيب الالوان. اراكم على خير في الحلقة القادمة ان شاء الله.